السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم في دروس ثانوية أونلاين اليوم رح نبلش الحلقة الثالثة مراجعة لمادة الأحياء وتحديدا بالوحدة الأولى الفصل الثاني من الجين البروتين زي ما بنعرف أنه إحنا في عنا كتير من الجينات في كل خلية من خلايا جسمي وبتراوح عددها من 20 إلى 25 ألف جين بدنا نشوف هدول الجينات كيف رح يتحولوا لبروتينات فعاله في جسمي في كل خليه من خلايا جسمي وكيف رح تقوم هاي البروتينات باعطاء صفات الشكليه والوظيفيه والتركيبيه اول شغله رح نبلش فيها اللي هو الشفره الوراثيه وزي ما بنعرف انه الشفره كلمه شفره كلمه شيء غامض بدنا نفكه عشان نعرف شو هو فمثلا اذا عندي خزنه بحط عليها كود معين او شفره معينه حتى احط هذا انا الوحيده اللي بقدر احط هذا التسلسل معين من الارقام او الاحرف او الى اخره عشان تفتح نفس الشيء اللي بنستخدمه في تليفونات سواء كانت بصمه التليفون او الرقم السري تبع التليفون او الحاسوب او الاجهزه المعينه الموجوده في كثير من المحلات اليوم بدنا نتطرق على موضوع الشفره الوراثيه تحديدا كيف هاي اللي احنا كل الكائنات الحيه تتكون من ماده الدي ان واللي هي كثير متشابهه من حيث التركيب بحيث انها تتكون من اربع قواعد من اربع قواعد نيتروجينيه موجوده في النيوكليوتيدات اللي هي الادينين الثايمين السيتوسين والجوانين بدنا نشوف كيف كل كائن حي بتترجم شفرته بطريقه مختلفه اليوم رح نحكي عن الشفة الوراثيه طبعا الشفة الوراثيه تعريفها زي ما احنا اخذنا وبنعرف هي تسلسل النيوكليوتيدات في سلسله سلسلتين الدي ان احنا عنا الدي ان اي موجود في الكروموسومات في 23 زوج من الكروموسومات زي ما حكينا النيوكليوتيدات هم عبارة عن أربع أنواع فقط في الدي ان اي إما النيوكليتيد يكون في قاعدة انتوجينية أدينين أو ثايمين أو سايتوسين أو جوانين اليوم بدنا نشوف شو المقصود بالكودون وكيف هذا الكودون هو اللي مسؤول عن تحديد الحمض الأميني اللي بده يكون موجود على الام عشان ينصنع البروتين في الريبوسوم اللي هي بدنا ندخل في عمليه النسخ وعمليه الترجمه طبعا كان في تحدي كثير كبير للعلماء انه احنا عنا اربع احرف فقط ادينين ثايمين سايتوسين وجوانين بس بالمقابل عنا عشرين حمض اميني يا هل ترى الرساله او الشفره اللي بدها تطلع من الدي ان اي وتروح على الام ار عشان اقدر اجيب حمض اميني واحد في الريبوسوم تتكون من كم حرف كان في عندي عده احتمالات واخر شيء طبعا وهو الدقيق اللي هو كل شفرة وراثية موجودة على الأمهر اللي تتكون من ثلاثيات سموا هاي الثلاثيات هي كودونات هاي الكودونات تتكون من الكل كودون بتكون من ثلاث أحرف يعني ثلاث نيوكليوتيدات موجودين على شريط اي اللي مسؤولين عن إيه إيه عطاء الرسالة للريبوسوم بالتحديد عشان تقدر الريبوسوم تبني البروتين المطلوب أو سلسلة عديد البيتايت المطلوبة فمثلا عندي هذا الجدول اللي بيمثل شفا بولاتية في جزيء ار زي ما إحنا شايفين في عندي هون هذا إيه العمود بيمثل الحرف الأول هذا العمود بيمثل الحرف الثاني وهذا إيه الخط الأفقي والخط العمود الثاني اللي هو الحرف الثالث بيمثل موجود في الكودونات فمثلا عندي انا الحرف الاول اذا كان يو الحرف الثاني كان يو الحرف الثالث كان يو فبيطلع الكودون اسمه يو 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 هذا الكودون هو مسؤول عن انه يحكي للريبوسوم انا هلا بدي فين الالينين فزي ما احنا شايفين مثلا اذا كان عندي الحرف الاول A الحرف الثاني C الحرف الثالث لنفرض G إي جي A C وجي رح يصير عندي تشفير لحمض اميني اسمه ثيونين في عندي 64 كودون موجودين عندي هون ممكن يكون اكثر من كودون يشفر حمض اميني واحد وممكن مثلا على سبيل المثال عندي الليوسين الليوسين عندي هون واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته ست كودونات بتشفر حمض اميني واحد زي ما انتم شايفين في عندي هون كودون البدء اللي هو اي يو جي هو كودون البدء لبدايه سلسله بناء سلسله عديد بيبتايد وبجلب مع حمض اميني ميثيونين في عندي ثلاث كودونات مهمه جدا لازم نركز عليها ونحفظها اللي هي كودونات الايقاف كودونات الايقاف هي الكودونات التي لا تستطيع أن تجلب حمض أميني إلى الريبوسوم وهي توقف عملية صنع سلسلة عديد ببتيد يعني عندها لما يجي كودون الإيقاف تتوقف عملية صنع أو بناء عديد ببتيد اللي هي يو أي أي، يو أي ويو جي أي. هدول الثلاث كودونات هم كودونات توقف أو كودونات إيقاف، بمعنى أنه لما بيجي هذا الكودون في الأم أر أن أي تنتهي عملية بناء سلسلة عديد ببتيد طبعا لما نيجي نحكي عن انواع الار ان اي اللي رح نستخدمها في عمليه انتاج سلسله عديد بيبتايد لانه عنوان درسنا هو عفوا إيه انه هو إيه عنوان درسنا من الجين البروتين فبدنا نيجي نحكي عن انواع الار ان اي اللي بتستلزمني لبناء البروتين او بناء سلسله عديد بيبتايد اول نوع اللي هو عندي الام ار ان وهلا رح نحكي عنه اكثر الام ار ان الام يعني رسول اللي هو الرسول الذي يجلب الرساله من الدي ان الى السيتوسول الى تحديدا الى الريبوسوم لأن الدي ان اي في النواه ممنوع يطلع لانه هو الاهم شيء في الخليه فحفاظا عليه ففي رسول بخرج من جين محدد من الدي ان اي بروح على الريبوسوم فمسميه ام ار ان اي وهذا الرسول هو خاص لجين محدد في عندي ايضا التي ار ان اي وهلا رح نيجي نتعرف على تركيبه كمان اللي هو الناقل الناقل واللي هو يقوم بنقل الحموض الامينيه من السيتوسول وبيجلبها للريبوسوم بناء على المعلومات اللي موجوده في الام ار ان اي واخر نوع اللي عندي ار ار ان اي واللي هو الار ان اي الريبوسومي زي ما احنا شايفين تلخيص لعملية بناء من الجين الى البروتين في عندي دي ان اي اللي هو يتكون من شريطين يتكون بشكل لولبي الدي ان اي سلسلة طويلة كتير او سلسلتين طويلة كتير تقسم الى وحدات وظيفيه كل وحده وظيفيه بسميها جين مسؤول عن تح... مسؤوله عن تحديد صفه محدده هذا الجزء من الدي ان اي لو اخذنا مثلا الجين رقم واحد وف... و... و... وشفناه و... بشكل مفصل اكثر رح نلاقي انه في عندي سلسلتين سلسلة. سلسله اولى وسلسله ثانيه السلسله الاولى هي متممه للسلسله الثانيه وزي ما بنعرف إنه الادينين دائما يلتقي مع الثايمين برابطين ثنائيتين السيتوسين دائما يرتب يرتبط مع الجوانين برابطه ثلاثيه هيدروجينيه وهكذا سي مقابل جي اي مقابل تي اي مقابل تي وهكذا طبعا زي ما احنا شايفين في عندي انا هون الشيئين محددين اللي هما الدي ان اي اذا من سلسلتين واحده بنسميها من ثلاثة من إلى خمسة، واحدة بنسميها من, سميها من خمسة إلى ثلاثة، هدول السلسلتين متتامات، إذا كان عندي A بكون مقابلها T متتامات إذا كان C بتكون مقابلها G بس بدنا نركز على السلسلة من 3 إلى 5 ليش؟ لأنه سلسلة الـ DNA من 3 إلى 5 هي اللي رح تصنع لي الـ mRNA زي ما إحنا شايفين بناخذ سلسلة من 3 إلى 5 وراح ناخذ بعملية النسخ بالتفصيل ونشوف انه كيف الادينين بدي ابني انا سلسله الام ار ان اي، هاي العمليه بسميها عمليه النسخ، كمان رح ناخدها بالتفصيل، هون انا بنيت سلسله الام ار ان اي، والام ار ان اي لانه انا اخذته من سلسلة من ثلاث الى خمسه فدايركتلي هو رح يكون من خمسه الى ثلاث. هلا بعدها طلع الام ار ان اي، حاليا احنا او قبل ما نطلع الام ار ان اي الى الخارج، حاليا احنا موجودين هون في النواه، لانه الدي ان اي موجود في النواه. ولكن الام يصنع في النواه ولكن سيذهب الى الريبوسوم هون بده يروح على الريبوسوم والريبوسوم وين موجود في السيتوسول السيتوسول هلا الام ار راح يخرج الى السيتوسول وبناء على الكودونات الثلاثيه الموجوده في شريط الام ار يتم تشفير هاي الكودونات الى حموض امينيه فرح يطلع عندي هون سلسله عديد بيبتايد هاي سلسلة عديد بيبتايت تتكون من أربع حموض أمينية زي ما إحنا شايفين هاي العملية تحدث في الريبوسوم وبنسميها عملية الترجمة أولا نسخنا المعلومات من الدي أن إي على وانتجنا ام ثانيا نسخنا ترجمنا المعلومات المنسوخه على الام ار لانتاج سلسله عديد بيبتايت اللي رح يحدد صفات الشكليه والوظيفيه والتركيبيه. نيجي نحكي عن النوع الثاني من الار ان اي اللي حكينا عنه قبل شوي بالتفصيل هو التي ار ان اي التي ار ان اي زي ما حكينا هو الناقل الناقل هو يتكون من تركيب معين طبعا يتكون ايضا من قواعد نيتروجينيه موجوده في النيوكليتيدات الام ار ان اي زي ما بنعرف انه الام ار ان اي والتي ار ان اي والار ار ان اي يتكونوا من سلسله مفرده فقط بينما الدي ان اي يتكون من سلسلتين زي ما احنا شايفين سلسله واحده لكن هي السلسله تلتف حوالين لتشكل عندي اربع حلقات هاي حلقه حلقتين ثلاث حلقات اربع حلقات عندي اربع حلقات ما يهمني الموجود هون على الحلقه الثانيه واحد اثنين ثلاث, ثلاثه اربعه هاي الموجوده هون اللي هو اي AAG هذا هو الكودون المضاد هذا الكودون المضاد لمين بده يكون كودون مضاد يكون كودون مضاد أن إي هو مضاد للام ار ان ايه اي فاذا كان على الام ار ان ايه اي بده يكون على التي ار ان اي فهل ترى ايش طبعا مش تي لانه تي مش موجوده في الار ان اي فراح تكون يو على سبيل المثال فمثلا عندي هنا هذا الكودون المضاد هذا هو الكودون المضاد هلا لما نحكي عن عمليه الترجمه رح نيجي ناخذ بالتفصيل شو علاقه الكودون بكودون المضاد قديش هدول مهمين لعمليه الترجمه زائد انه في عندي هون الموقع هذا الموقع هو زي ما احنا شايفين موقع ارتباط الحمض الاميني لانه زي ما حكينا وظيفه التي ار ان اي هو وظيفه نقل الحموض الامينيه من السيتوسول وجلبها الى الريبوسوم بناء على المعلومات الموجوده في سلسله الام ار ان اي واخر شيء الار ار ان اي الريبوسومي والار ار ان اي الريبوسومي له وظيفتين اساسيتين اول وظيفه يعمل على ربط الحموض الأمينية في داخل في الريبوسوم يعني هي هو المسؤول عن تشكيل سلسلة الببتايد لأنه تي ار ان اي بيجيب الحموض الأمينية فبيصير ال ار ان يعمل عملية ربط الحمض الأميني مع الحمض الأميني الحمض الأميني مع الحمض الأميني لتكوين سلسلة عدد الببتايد والوظيفة الثانية هو يدخل في تركيب يدخل في تركيب الريبوسوم يعني الريبوسوم عشان الرايبوسوم يتكون من بروتين و ار ان لذلك سمو هذا الار ار بانه ار ار الرايبوسومي لانه يدخل في تركيب الريبوسوم وله وظيفه ثانيه هي ربط الحموض الامينيه بداخل الريبوسوم خلينا ناخذ هذا التمرين في عندي هون تمرين لسلسله جزء من دي ان جزء من دي ان يا هل ترى خلي بس اسال سؤال شو المتمم لإلهم زي ما بنعرف التي يتممها ايه بدي احط ايه A. الاي A يتممها تي السي يتممها جي التي يتممها ايه سي نحط جي والجي نحط له سي ال جي G, جي شو راح تكون سي 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 وعشان نتذكر انه دائما بين التي والاي في عندي رابطتين هيدروجينتين وبين السي والجي عندي ثلاث روابط هيدروجينيه نفس الإشي هون رابطتين ثلاث روابط وثلاث روابط عندي هون كمان ثلاث روابط وثلاث روابط وثلاث روابط بس لو سال سؤال اكتب جبنا سؤال في الامتحان اكتب سلسله اللي راح تستخدم لبناء الام ار ان طيب احنا بنعرف انه السلسله راح تستخدم لبناء الام ار اي يعني عمليه نسخ المعلومات هي بتكون من ثلاث الى خمسة فشو لازم اعمل؟ لازم اكتبها بشكل مفرد. من ثلاث الى خمسه يعني بدي امشي مع هاي، هي عندي هون ثلاثه صحتها هي خمسه صحتها بدي امشي مع هاي سلسله، هي ثلاثه. ثلاثه، اذا رح ابلش بمين؟ ب تي اي سي. بعدين بدي انزل لتحت، عندي اي جي سي. بعدين بدي امشي لفوق وعندي جي جي جي، اذا هاي دي ان اي دي ان اي دي ان اي اللي هي من ثلاثه الى خمسه او السلسله الاولى التي تستخدم كقالب لصنع الام ار ان اي هكذا بنات ان لو سالت سؤال طيب خلينا نبني شو هو الام ار ان اللي رح يتم انتاجه الام ار ان اي اللي رح يتم انتاجه بناء على هاي السلسله طبعا التي شو رح يكون مقابلها اي الاي شو رح يكون مقابلها يو السي شو مقابلها جي نفس الأشي هون الاي مقابلها تي ولكن طبعا زي ما حكينا ما فيش تي بالأمراني ار نحط لها يو الجي مقابلها سي وهون كمان جي بعدين هون عندي سي 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 هدول هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء بسميهم كودون كل وحده فيهم بسميهم كودون كودون رقم واحد كودون رقم اثنين كودون رقم ثلاثه طبعا هم بيكونوا على شكل سلسلة متكاملة يعني سلسلة مرتبطة مع بعض هدول ثلاث كودونات بينما لو حكيت بدي أنا اكتبي اكتب لي إيش هما التي ار ان اي اللي أو ما هي الكودونات المضادة طبعا كل كودون مضاد يكون على جزيء تي ار ان اي لحال يعني هون عندي كم ام ار ان عندي ام ار ان واحد يتكون من كم كودون؟ من ثلاث كودونات ولكن إذا حكى لك اكتب لي كودونات المضادة الكودونات المضادة رح تكون ثلاث وكم عدد التي ار اللي رح استخدمهم هون ثلاث تي ار مختلفات لانه كل كودون مضاد موجود على تي ار منفصل فالتي ار ان رح يكون متمم للام ار ان لانه هو كودون هون هون عندي كودون مضادة اذا هون بدي اكتب ما هي الكودونات المضادة للكودونات فالاي شو متممتها رح تكون يو اليو متممتها اي والجي متممتها سي هاي اول كودون مضاد هذا الكودون المضاد سيكون على تي ار ان اي منفصل تاني كودون مضاد اليو متممتها اي و جي سي كمان هذا كودون مضاد رقم تنين موجود على تي ار ان اي منفصل عن هذا الكودون المضاد ونفس الاشي هون رح يكون عندي جي 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 طبعا هون هذه زيادة اوكي هذا كان تمرين كيف احنا نستخرج السلسله المتممه للدي ان اي نطلع الام ار ان اي والتي ار ان اي وبالتاكيد زي ما حكينا احنا بدنا نحدد اني السلسله التي تستخدم لبناء سلسله الام ار ان اي هلا رح نبلش في اول عملية بالتفصيل هي عملية النسخ وعملية النسخ هو لانتاج الام ار ان اي الام ار ان اي اللي هو الرسول زي ما احنا شايفين في عندي هون سلسلة دي ان اي سلسلة دي ان اي يتكون من سلسلتين واحدة بتبلش من ثلاثة الى خمسة والتانية بتبلش من خمسة الى ثلاثة لانه احنا لما بدنا نيجي نعمل عملية نسخ رح ننسخ للجين واحد فقط يعني مثلا الخليه بدها انزيم الاميليز موجود في الخلايا الغدد اللعابيه الجين الجين بده يكون فعال في الغدد اللعابيه اللي بده ينتج لي انزيم الاميليز فبروح هذا الجين بنتسخ عنه ام ار ان إيه فكيف بدي احدد انا الجين من ببلش من وين بده ينتهي سبحان الله في عندي هون هذا السلسله في عندي نقطه البدء وهون عندي نقطه الانهاء وهاي في عندي منطقة الأولى بسميها منطقة المحفز ومنطقة الإنهاء وهاي الجزئية الوسط الموجودة بين نقطة البداية ونقطة الإنهاء هي وحدة النسخ التي سيتم نسخ عنها سلسلة الأم ار ان فإحنا زي ما إحنا شايفين طبعا عندي هون المحفز إيش هو المحفز؟ المحفز هو عبارة عن تسلسل عدد محدد من النيوكليتيدات في مقدمة هذا الجين ويحفز جلب إنزيم بلمرة الار ان لهاي النقطة طبعا انزيم البلمره من كلمه بلمره يعني اتحاد اعداد مركبات ايه ايه او جزيئات صغيره لانتاج جزيء واحد ضخم فانا بدي اجيب نيكروتيدات 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 عشان ابني سلسله ام ار ان الام ار ان تكون من سلسله وزي ما حكينا رح نحدد هاي السلسله اللي هي من ثلاثه الى خمسه لبناء السلسله ف عندي هي المرحله الاولى مرحله البدء مرحله البدء بس بيجي انزيم البلمره بتعرف على نقطه البدء من خلال المحفز اللي هو تسلسل عدد محدد من النيوكليوتيدات ويبدا في العمل بمجرد ما اجى الانزيم عشان يشتغل صار عندي المرحله الثانيه اللي هو مرحله الاستطاله طبعا المرحله الاستطاله شو اللي بيصير فيها لما اجى الانزيم ارتبط مع نقطه البدء فتحوا السلسلتين عن بعض ابتعدوا يعني تم تفكيك الروابط الهيدروجينيه مؤقتا فقط وبالتالي صار كل انزيم الار ان اي يجلب النيوكليوتيد اللي بده يكون متمم لهاي الدي ان اي اللي انا حددتها اللي هي من ثلاثه الى خمسه، وزي ما احنا شايفين هون بالصوره المكبره في عندي هون انزيم البلمره هذا انزيم البلمره الكبير وفي عندي هاي السلسله اللي هي من ثلاثة الى خمسه هاي من ثلاثه الى خمسة اللي بدي ابنيها من هون وعندي هون هذا الانزيم فمثلا اذا كان عندي ثايمين في الدي ان اي راح يجلب لي الانزيم البلمرة الادينين اذا كان عندي ادينين في الدي ان اي راح يصير عندي يوراسيل جي مقابل سي جي مقابل سي تي مقابل اي وهكذا 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 وزي ما احنا شايفين تستطيل عمليه بناء الام ار ان اي وبجلب هون النيوكليتيدات وبشبكهم مع الدي ان اي مؤقتا واول باول كل ما انتهينا من هاي المنطقه كل ما رجع نفك يعني زي ما احنا شايفين هذا اللون احمر هو الام ار ان اللي بلش ينتج وهم بنسميه سلسله الام ار البدائيه او البسيط الاوليه سلسله الام ار ان الاوليه وبالتالي طبعا بضل هاي عمليه الانزيم يكمل, يكمل 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 لحد ما نيجي عندي المرحله الثالثه اللي هي مرحله الانهاء شو هي مرحله الانهاء بيجي الانزيم وبوقف عند منطقه الانهاء هاي عندي هون اشتغل زي ما احنا شايفين وجينا هون الإنزيم عند منطقة الإنهاء عند منطقة لها الإنهاء بنفك الإنزيم عن سلسلة ال "دي إن إيه" بيطلع الامرناي اللي انبنى اللي هي بتسميه الامرناي الاولي وبرجعوا السلسلتين الدي ان زي ما احنا شايفين برجعوا يرتبطوا مره تانية مع بعضهم البعض وهيك انا حصلت على سلسله ام ار ان اي اوليه هاي الامرناي الاوليه مش هي اللي بدها تروح على الريبوسوم حتى تقوم بعمليه بناء البروتين هون بده يصير في عندي قبل ما تطلع سلسة MRNA اللي أنتجتها بعملية النسخ الى الريبوسوم سنقوم بعملية المعالجة لل MRNA شو يعني معالج MRNA؟ تجهيز MRNA قبل وصول الربوسوم حتى يكون جاهز لبناء سلسة عديد ببتايد المطلوبة بالتحديد زي ما بنعرف مثلا على سبيل المثال احنا عندنا كثير انزيمات موجوده بخلايا جسمي ليش هذا الانزيم وظيفته هذا التفاعل وهذا الانزيم بحفز التفاعل هذا لانه كل انزيم وكل سعديد بيبتعد له تركيبه محدده بتكون من عدد من الحموض الامينيه بمواصفات محدده فيجب ان يتم معالجه الام ار ان اي كيف بتصير عندي عمليه معالجه الام ار اي طبعا بثلاث خطوات اول خطوه اللي هو اضافه القبعه اول خطبه الخطوه اللي هي اضافه القبعه والقبعه طبعا هي بتكون بمقدمه سلسله ام ار وهي عباره عن تسلسل بنحط زي ما احنا شايفين هون عندي قبعه اضفناها على سلسله ام ار ان خطوه اللي هو اضافه ذيل الادينين هاي الخطوه الثانيه اضافه ذيل الادينين ليش لازم نحط قبعه وذيل ما بدنا ننسى انه هذا الام ار طالع من النواه الى الريبوسوم ممكن يتعرض للتغير وسط لانه يخرب الى اخره فالقبعه والذيل هم المسؤولين عن الحفاظ على سلسله الام ار ان اي بالإضافة إلى القبعة طبعا هي اللي بتكون محفز لبدء عملية الترجمة بتحافظ عليه هي من خلاله يستطيع الأمر أن يعني يرتبط بالريبوسوم له أكثر من وظائف كذلك الذيل هو ذيل الأدينين اللي هو أيضا يقوم بحماية الطرف النهائي من سلسلة الأمر هذا اول عمليه ثاني عمليه ثالث عمليه واكتشف العلماء انه طول سلسله الام ار ان اي الموجوده في النواه تختلف عن طول سلسله الام ار ان اي اللي تخرج من النواه على الريبوسوم ولقوا انه في عندي بعض النيوكيدات يتم ازالتها ولذلك سموا في عندي اجزاء مناطق معينه من هي تسلسل إيه مثلا هي في عندي هون اذا بتنتبهوا في عندي لونين مختلفين، لون احمر غامق واقل إيه وإشي افتح منه ولذلك سموا إيه اجزاء منها بانترونات واشياء باكسونات، ايش الانترونات؟ ايش هي الاكسونات؟ الانترونات هي اللي إيه لم يثبت انها تقوم بتشفير حموض امينيه فيتم ازالتها. اما الاكسونات هي التسلسل من التي ستقوم بتشفير الحموض الامينيه، لذلك الخطوه الثالثه هو ازاله الانترونات وربط الاكسونات مع بعض. هي عندي مثلا هون عندي اكسون، عندي هون انترون، عندي هون اكسون، كيف يا هل ترى بدي اشيل الانترون؟ بصير في عندي زي تقوس بمنطقه الانترون وبالتالي ربط الاكسون مع هذا الاكسون وبالتالي بصير عندي هون اكسون واحد مع اكسون اثنين ربطناهم. ربطنا،, ربطنا عملنا حلقه بالانترون ثم ازلناها فهذا الانترونات ازلناها مش موجوده بطلت وربطنا الاكسون رقم واحد والاكسون رقم اثنين وبذلك حصلنا على ام ار ان اي ناضج 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 يعني مضاف له القبعه مضاف له الذيل و مشيل منه الانترونات وتم ربط الاكسونات مع بعضها البعض وهيك بكون حصلنا على ام ار ان اي ناضج اذا احنا اولا قمنا بنسخ الام ار ان اي من الدي ان اي ثاني عمليه قمنا بمعالجه الام ار ان اي حتى يكون جاهز للاستخدام في الريبوسوم ثالث عمليه اللي هو عمليه الترجمه وزي ما حكينا عمليه الترجمه اللي هو بدي اترجم هاي الشفرات الى سلسله عديد بيبتايد ذات وظيفه محدده نيجي نشوف عمليه الترجمه طبعا قبل ما نحكي عن عمليه الترجمه بدنا نحكي على السريع عن الريبوسوم عمليه الترجمه بتحدث في الريبوسومات الريبوسومات هي عضيات صغيره الحجم تتكون من بروتين وار ار ان اي وتقوم ب... هي هي مصنع البروتينات او هي مصنع سلاسل العديد الببتايد الموجوده في داخل خلايا الريبوسومات زي ما بنعرف هي اما تكون حره او على شبكه اندوبلازميه او ممكن تكون موجوده في عضيات زي بلاسيلات خضراء والميتوكوندريا الـ الـ الريبوسوم زي ما احنا شايفين يتكون من وحده صغيره يتكون من وحده كبيره ومواقع في اسمها A و B و A, A, B, A. هلا العمليه الترجمه بتصير في ثلاث مراحل اول مرحله مرحله البدء شو بصير في مرحله البدء اول نقطه في مرحله البدء بصير في عندي هون الوحده البنائيه الصغيره ترتبط مباشره مع الام ار ان اي هي الام ار ان اي ارتبط مع الوحدة البنائية الصغيرة من خلال مواقع خاصة أوكي؟ طبعا الام ار زي ما احنا شايفين هو من خمسة الى ثلاث لانه هو انبنى من سلسلة دي ان اي من ثلاثة الى خمسة وعندي هاي الام ار هي عندي قبعة هي عندي هون كودون البدء نيجي نطلع على كودون البدء زي ما حكينا كودون البدء اللي هو راح يكون اي يو جي على طول الام ار ان اي ارتبط مع الوحده البنائيه الصغيره اجى مين التي ار ان اي هذا هو التي ار ان اي وعندي ارتبط التي ار ان اي مع الام ار ان اي من خلال الكودون المضاد يعني عندي هون كودون مضاد اللي هو راح يكون يو يو اي سي راح يرتبط مع اي وجي وطبعا زي ما حكينا في عندي لكل تي ار ان اي موقع الارتباط الميثيونين هي عندي الصوره بتوضح بشكل مفصل هون هي الكودون اللي لونه احمر هو كودون البدء في الام ار ان اي اللي هو اي يو جي وعندي الكودون المضاد اللي هو يو اي سي اللي هو موجود على تي ار ان اي وهون موقع الارتباط الحمض الاميني اول حمض اميني بيجي هلا بمجرد ما اجى ارتبط الام ار ان اي مع الوحده البنائيه الصغيره واجى تي ار ان اي ارتبط مع أسست الام ار مباشره تيجي الوحده البنائيه كبيره وبتركب على الوحده البنائيه الصغيره وبالتالي بكون موقع التي ار ان اي على الوحده البنائيه كبيره بموقع اسمه موقع بي هاي هي مرحله البدء مرحله البدء كمان مره الام ار ارتبط مع بنائيه صغيره اجت تي ار ان وارتبط مع الام ثم انتهت بارتباط الوحده البنائيه كبيره مع الوحده البنائيه الصغيره هلا المرحلة الثانية من عملية الترجمة اللي هي مرحلة الاستطالة، بعد ما شكلنا النواة الاساسية لبدء عملية الترجمة رح نشوف كيف بده يصير عندي عملية الاستطالة لبناء سلسلة العديدة بيبتال تتكون من أكثر من حمض أميني، طبعاً بيختلف هذا من بروتين إلى بروتين. زي ما إحنا حكينا هلا إحنا إحنا بالمرحلة الأولانية المرحلة الثانية بيجي اي مثلا في عنده إيه كودون تاني لنفرض كان هذا الكودون الموجود هون كان مثلا اي 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 لنفرض اوكي بيجي تي ار ان عن طريق الكودون المضاد برتبط مع اي وطبعا الكودون المضاد بده يكون حامل حمض اميني اخر بده يكون حامل حمض اميني على موقع اي يعني هلا انا عندي تو تي ار ان تي ار واحد موجود على الموقع بي وواحد موجود على الموقع اي الموجود على الموقع بي هو اللي اجى اول وحامل حمض اميني اللي اجى على الموقع ايه وهلا اجى بناء على الكودون الموجود في اي وايضا حامل الحمض اميني شو بيصير بيصير عندي تكوين للرابطه الببتيديه بين هذا الحمض الاميني او اكثر من حمض اميني لنفرض انه ممكن يكون عندي اكثر زي ما احنا شايفين هون بالرسمه برتبط مع الحمض الاميني الموجود على التي ار الموجود في الموقع ايه فشو بيصير التي ار ان اي الموجود على الموقع بي بطل في عنده احماض امينيه لانها ارتبطت كلياتها مع التي ار ان الموجوده على الموقع اي والموقع اي صار مع التي ار ان الموجوده على الموقع اي صار حامل لسلسله عديد بيبتايد اللي تكونت لهلا طبعا ايش بصير عندي بصير عندي الخطوه الثالثه اللي هو تغير في موقع الريبوسوم وبالتالي الريبوسوم رح يتحرك بهذا الشكل رح يصير عندي زي السحاب بتحرك الريبوسوم قليلا فبتغير مواقع التي ار ان اي كانت بموقع بي و A لما تحرك الريبوسوم بهذا الاتجاه اصبح التي ار ان اي الفاضي مش موجود على الموقع بي صار موجود على الموقع اي e. وبس يوصل على الموقع اي e يخرج للخارج بروح خارج الريبوسوم ببطل موجود في الريبوسوم وبصير التي ار ان اي اللي حامل الاحماض الامينيه موجود على الموقع ب، وبكون موقع إيه فارغ جاهز لمين؟ جاهز لجلب تي ار ان اي اخر حامل لحمض اميني وبرضو نفس الاشي بيصير عندي نفس الاشي بيجي هون زي ما احنا شايفين هون تي ار ان اي بيجي على موقع إيه وبعدين تنتقل الحماض الامينيه لهذا الجزء وهكذا دولك عبين ما تنتهي لحد ما نوصل للمرحله الاخيره اللي هي مرحله الانهاء مرحلة الإنهاء كيف بدها مرحلة الإنهاء لازم يكون في عندي مرحلة إنهاء أول شيء أني له طول محدد وثانيا لازم يكون في عندي نقطة بداية ونقطة نهاية ولازم يكون في عندي زي ما حكينا لما حكينا عن الشفرات والكودونات حكينا في عندي ثلاث كودونات ايقاف او كودونات توقف هذه هي اللي بتيجي بتكون موجوده في الام ار اي نطلع مثلا هون هي عندي الام ار هاي هي عندي التي ار هون اللي حامله سلسله بيبتاد موجوده على الموقع بي واجل الكودون الموجود على الام ار اما ان يكون اي يو جي عفوا يو او يو اي او يو اذا توفر اي واحد من هدول كودونات التوقف او الايقاف في mRNA للاسف ما في عندي كودون مضاد له وبالتالي مين اللي بيجي بيجي عندي بروتين زي ما احنا شايفين لونه اصفر هذا بروتين بروتين بيعمل تسكير للام ار ان وبالتالي مباشره تنتهي العملية، كيف تنتهي العملية؟ سلسلة عديد بيبتايد تنفك زي ما احنا شايفين هون انفكت سلسلة عديد بيبتايد كمان التي ار ان اي خرج للخارج الام ار ان اي بده ينفصل عن وحدة بنائية صغيرة ووحدة بنائية كبيرة ايضا ستنفصل وبالتالي تنتهي عملية الترجمة في صنع سلسلة عديد بيبتايد وهيك حصلنا على سلسلة عديد بيبتايد هذه حرة بتروح بتعرفوا زي ما حكينا موجوده في الفصل الاول في لها اكثر من مسار ممكن يصير لها معالجه لسلسله عديد او التفاف او مثلا بدنا نظبط شكل عديد بيبتايد بدي احط سلسلتين مع بعض بدي اضيف سكر على البروتين او على السلسله العديد بيبتايد اللي تم انتاجها بغض النظر على حسب حاجه الخليه وحسب طبيعه هاي السلسله اللي وين بدها تروح اذا بدها موقع نشط بنظبط لها الموقع النشط اذا بدها تروح الغلاف الخلوي او الغشاء الخلوي بدها نحط لها سكر اذا زي الهيموغلوبين بدي اكون اربع سلاسل مع بعض اربطهم مع بعض عشان يصير في عندي بروتين هيموغلوبين هيك بنكون خلصنا مرحله انهاء من عمليه الترجمه وللمزيد عشان نفهم اكتر عمليه النسخ وعمليه الترجمه وعمليه المعالجه بتوفر كتير من الفيديوهات موجوده على شبكه العنكبوتيه انا شخصيا بنصحكم انه دائما تحضروها عشان تسهل هاي المعلومه وهيك بنكون خلصنا حصتنا لليوم كانت مراجعه من الجين الى البروتين بتمنى انكم استفدتوا كتير وادرسوا منيح وان شاء الله تعبكم ما بيروح على الفاضي يعطيكم العافيه <applause>